بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 81. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. الأخت السائلة رمزت لاسمها بالحروف فاء حاء من الرياض، تقول إن امرأة عندها مجلات من مجلات الأزياء منذ عدة سنوات، تقول عندما أردت أن أرجعها إلى صاحبها الخياط لم أجد مكانه، ربما ضاع لنقله من المحل أو لموت لست أعلم، ولم أعرف اسم صاحب المحل، وسؤالي ماذا أفعل بتلك المجلات؟ هل أعطيها غيري أم أبيعها وأتصدق بثمنها، علما أنها تعرض أزياء النساء دون وجه؟ ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. إن هذه المجلات التي تسمى مجلات الأزياء وقد أخذتها السائلة ثم لم تجد صاحبها، قد بحثت عنه ولم تصل إليه، فإن كان لها قيمة فإنها تبيعها وتتصدق بثمنها، وإن لم يكن لها قيمة فإنها تتصرف فيها بما شاءت، على أن هذه الأزياء ربما تكون مخالفة للأزياء الشرعية في لباس المسلمين، فإذا كانت كذلك فإنها يجب إتلافها، وإن كانت أزياء لا تخالف أزياء المسلمات فكما ذكرنا سابقا. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل محمد علي فاء من الرياض يقول ما حكم من باع ذهبا على صاحب المحل ثم اشترى ذهبا آخر منه بمبلغ مقارب للمبلغ الذي باع عليه به، ثم سدد له قيمة الذهب الذي اشتراه من قيمة الذهب الذي باعه عليه وهو لم يستلمها؟ الواجب أن الإنسان إذا أراد أن يستبدل ذهبا بذهب أحسن منه فإنه يبيع الذهب الذي عنده بدراهم ثم يشتري بالدراهم الذهب الذي يريده من صاحب المحل أو غيره، يبيع الذهب الذي معه ويستلم قيمته ويسلم الذهب للمشتري. نعم. ثم يشتري بالقيمة ما شاء من أنواع الذهب. أحسن الله إليكم. هل تعتبر الرسومات من ذوات الأرواح المرسومة على بعض فرش المنزل كالزوالي والكنب وغيرها، هل تعتبر مهانة فتجوز قنيتها أم ماذا نفعل بها؟ سؤال رمز صاحبه إلى اسمه بالحروف سين راجي. أولا، إذا أمكن تجنب الأشياء التي فيها صور استبدالها بأشياء سليمة من الأثاثات أو الأواني أو غيرها فهذا أحسن وأبعد عن الشبهة. أما إذا لم يمكن وكانت هذه الصور ممتهنة في الفرش أو في المساند تكأ عليها ويجلس عليها ويداس عليها فإنها لا عبرة بها لأنها تصبح مهانة. نعم. السائل فاء من الرياض يقول كثر عند الناس في التعزية السلام بعضهم على بعض والعناق لأجل تلك المصيبة، هل لذلك أصل شرعي؟ التعزية مستحبة لأنها من باب المواساة للمصاب، فيقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، وأما المصافحة والمعانقة فإذا كان تلاقيا بعد غياب فإن ذلك مطلوب أيضا، أما إذا كان في مكان واحد ولم يغب بعضهم عن بعض فلا حاجة إلى المصافحة والعناق، إنما هذا للقادم من سفر أو من غيبة، أما إذا كان في مكان واحد فيكفي أن يدعو له بهذا الدعاء. نعم. ربما يشعر بعض المعزين أن في ذلك سلوة للمصاب، يشعر أنه قريب منه وأنه متأثر بمصيبته، هذه المقاصد كافية لذلك، أو الفعل في ذاته ليس بمحرم ولا مكروه؟ هو على كل حال الأمر في هذا سهل، ولكن إذا اقتصر على الدعاء الوالد ولم يكن هناك غيبة بينهما فإنه يكفي الاقتصار على الدعاء، وإذا صافحه أو عانقه من أجل جبر
خاطره. نعم. ولأن هذه عادة الناس ولو تركها ربما يكون في نفس المعزة. نعم. شيء من أن يجد على صاحبه. نعم. فلا بأس بذلك. نعم. الحمد لله. السائلة أم عبد العزيز من المدينة المنورة تقول: أبنائي يسهرون في الليل ثم ينامون قبل الفجر بقليل، وعندما أوقظهم لصلاة الفجر لا يستطيعون القيام أحيانا كثيرة، فأستمر في إيقاظهم حتى أتعب وأمل، فأرجو أن توضحوا المدة المحددة لي لإيقاظهم، هل تكون حتى الإقامة أم إلى انتهاء الصلاة أم إلى أي وقت؟ لا بد من إيقاظهم للصلاة، ولا يتركون ينامون ويتركون صلاة الفجر، فلا بد من إيقاظهم مع تحمل المشقة والصبر في ذلك بما في ذلك من الأجر، على أنه لا يجوز السهر الذي يكسل عن صلاة الفجر ويثقل عن صلاة الفجر، بل ينام الإنسان من الليل قدر ما يأخذ راحته لأجل أن يقوم لصلاة الفجر ويحسب لذلك حسابه، أن صلاة الفجر فريضة على كل مسلم ومسلمة، فيحسب لذلك حسابه ويبكر بالنوم من أجل أن يقوم لصلاة الفجر بنشاط. وعلى كل حال الواجب الصبر والإيقاظ حتى يصلوا. نعم. السائل من الدوادمي رمز إلى اسمه بالحروف ياء لام، يقول: أجلس في مجلس فيه رجال كثيرون وخاصة من كبار السن، يتكلمون بكلام بذيء وكلام فيه شتم وغيبة ونميمة، وعندما أنصحهم وأبين لهم الحكم في ذلك لا يبالون بكلامي، وربما لا يستمعون لقولي ويتحججون بقولهم: ماذا نقول إذن؟ وكيف نتكلم؟ وماذا بقي لنا من الكلام؟ فهل جلوسي معهم فيه إثم علي؟ فأكون ممن استمع لهم ويكون مثلهم؟ وماذا أفعل؟ أفتوني مأجوري. يجب أن تكون مجالس المسلمين نزيهة من الكلام البذيء، كلام المحرم، وهناك من أنواع الكلام المباح الشيء الكثير، كأن يتحدثوا عن أمور دنياهم أو عن أخبار الماضية أو ما أشبه ذلك، أو أن يقرأوا من كتاب ويستمعوا، فالحمد لله هناك مجال للحديث كثير من غير الكلام المحرم. وأما من استمر على الكلام المحرم في مجلسه فإنه يناصح وينكر عليه، فإن لم يمتثل فإنه تجب مفارقة هذا المجلس لئلا يكون جليسهم شريكا في الإثم معهم. ولا يكفي أنه أنكر عليهم أول مرة أو ثاني مرة ثم بعد ذلك يجلس ويقول: أنا أنكرت، هذا لا يكفي. إذا رأى منهم عدم تقبل للنصيحة واستمرارا الكلام المحرم فإنه يعتزل مجلسهم ويسلم هو بنفسه. نعم. ربما فضيلة الشيخ يروج بعض العامة لهذه الحجة أنه إذا كان الكلام في فلان حرام والكلام حرام ففيما نتحدث، هل من بيان لهذا؟ تحدثون في أمور مباحة من أمور دينهم وأمور دنياهم، تحدثون في أمور مباحة ومجالات الحديث كثيرة، إنما الغيبة مجال واحد منها فقط والباقي كله غير غيبة. نعم، الغيبة والكلام المحرم كل هذا لا ممنوع، لا يجوز للمسلم أن يشغل به نفسه ومجلسه. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة سين عين من الرياض تقول: عندما يبول الطفل أكرمكم الله على فرشة المنزل الثابتة، فهل يكفي سكب الماء عليها وقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أم ما هي الطريقة الصحيحة لذلك؟ جزاكم الله خيرا. الفراش إذا تنجس فإن كان يمكن غسله وعركه بالماء حتى تزول النجاسة وجب ذلك، وإن كان ثقيلا لا يمكن رفعه وعركه بالماء فإنه يصب ويكاثر عليه الماء ويكفي. وأما قول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فهذا لا محل له في هذه الحالة، إنما يكفي صب الماء حتى تزول النجاسة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت هيلة عبد الله من الدمام تقول: ما حكم ما يسمونه النكت والمزاح التي قد يختلط فيها الصدق بالكذب، وربما يسمى ما فيها أهل بلد معين أو قطر معين، وكذلك فإننا نستمع ألغازا يقال إنها ألغاز إسلامية كقولهم: ما الشيء الذي يتنفس وليس له روح؟ ما حكم مثل هذه الأحاديث؟ أفتونا مأجورين. النكت الخفيفة التي ليس فيها إثم لا بأس باستعمالها وتحدث بها، وكذلك الألغاز التي تشحذ الذهن أيضا لا بأس باستعمالها. وأما إذا كانت هذه النكت فيها شيء محرم أو كلام محرم فإنه لا يجوز استعمالها ولا التحدث بها. نعم.
السائل عبد الله ألف من حائل يقول: توفي شخص عن أب وابنه وأخ شقيق وإخوان من الأب وأخت شقيقة، فكيف يكون تقسيم ميراثه؟ عن أب وابنه وابنه ابن المتوفى، أي نعم، وأخ شقيق وإخوان من الأب وأخت شقيقة. نعم، المال للأب والابن، يكون للأب السدس والباقي للابن، ولا شيء للإخوة ولا أخوات، لأنهم محجوبون بالفرع الوارث. نعم، أحسن الله إليكم. السائلة فاطمة محمد من الكويت تقول: هل يجوز للمحادة غسل الشعر، أي الاستحمام بالشامبو الذي به رائحة جميلة، أو صابون به رائحة جميلة، أو كريم العطر ونحو ذلك، أفتونا مأجورين. يجوز للمحدة أن تغتسل وأن تتنظف وأن تستعمل المنظفات التي ليس فيها طيب، تتجنب المنظفات التي فيها طيب أو رائحة طيب تعلق بشعرها وبدنها. وأما إذا كانت هذه المنظفات ليس فيها رائحة طيب فإنه لا بأس باستعمالها. نعم. السائلة عفاف عبد الله تقول: ذكر أن في بول الجمل تطويلا للشعر، فهل يجوز غسل شعر المرأة من أجل تطويله بذلك؟ لا بأس باستعمال أبوال الإبل للشعر وللتداوي، إذا صح أن فيها فائدة للشعر لا بأس باستعمالها، لأنها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين أصابتهم الحمى في المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فدل على أن أبوال الإبل طاهرة ويجوز استعمالها لغرض صحيح كالتداوي وتطويل الشعر أو تنظيف الشعر. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل من الخبر رمز إلى اسمه بالحروف راء راء يقول: ما حكم صلاة الرجل في المسجد وفي جيبه محفظة بها صور كثيرة؟ حمل الصور لا يجوز، لأن الصور محرمة، يجب إتلافها ولا يجوز اقتناؤها إلا الصور الضرورية كصورة البطاقة الشخصية ورخصة القيادة، الصور التي يحتاج إليها في معاملاته. وأما الصور التي تتخذ للقنية هذه محرمة، لا يجوز إبقاؤها وحملها في الجيب أو المحفظة وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصور، فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أما الصور الضرورية فلا بأس بحملها لأجل الحاجة. نعم. السائلة سلوى عبد الرحمن من الرياض تقول: عندما كنت في أول سن البلوغ صمت شهر رمضان والحمد لله، وفي يوم من أيام ذلك الشهر الكريم أفطرت، كنت أعمل في المنزل فاشتد بي العطش فشربت عندما رأيت الماء ناسية، فأخبرتني إحدى أخواتي وقالت: إنك صائمة، فلم أمسك، وقلت: قد فسد صومي، فلم أواصل، رغم أن أختي أخبرتني أنه لا شيء علي لأني ناسية، لكني لم أصدقها لأنه ليس لديها معلومات كافية عن الصيام، وحيث لا أعلم الآن هل صمت ذلك اليوم أم لا، فسؤالي: هل علي شيء لجهلي بهذا، وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ نعم، هو الحكم كما ذكرت لك أختك، أنك لما ذكرت أنك صائمة وجب عليك الإمساك عن شرب الماء، ولا يضرك ما شربتيه ناسية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أما الاستمرار في الشرب بعد التذكير تظنين أن صومك قد فسد فهذا غلط، وعلى كل حال الواجب عليك قضاء هذا اليوم، الواجب عليك قضاء هذا اليوم، وإذا كان من رمضان متقدم على رمضان الماضي وجب مع القضاء إطعام مسكين كفارة عن التأخير. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل سين كاف يقول: توفيت أمي ولم تحج فرضها لعدم الاستطاعة، فهل يجوز أن يحج عنها ابنها إذا توفرت له الاستطاعة، أو تحج عنها ابنتها مثلا؟ نعم، هذا عمل طيب، فما دامت والدتكم لم تحج فإنه يستحب للابن أو بنت حج عنها، لأن هذا من أعظم البر، وفيه تبرئة لذمة الميت، فمن قدر منكم على الحج فإنه يحج عن أمه، وإن كانت تركت ذلك لعجزها يا شيخ، لم يتوفر لها الاستطاعة، الأم لم تكن مستطيعة الحج. نعم، وإن كان كذلك، لأن الحج ينفعها، الحج عمل صالح وينفعها، وإذا حج عنها ولدها من ذكر أو أنثى حصل المقصود، الحمد لله. وقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن
أن أباها أدركته فريضة الحج ولا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، حجي عن أبيك. نعم، أحسن الله إليكم. وكذلك الحج النافلة، كذلك لا بأس بالحج النافلة عن الميت، لأن هذا من زيادة البر والإحسان إليه. نعم، يعني وإن كان قد حج فريضته، إذا كان الميت قد حج فريضته أو حج عنه أحد حج الفريضة فلا بأس بالزيادة بعد ذلك من حج التطوع له. نعم، الحمد لله. السائل راء زاي من مكة المكرمة يقول: سمعنا أن الولد ابن الرجل تكشف له زوجة أبيه المطلقة لأنها عمته، هل هذا صحيح؟ نعم، زوجة الأب من محارم الابن، قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فمن جملة المحرمات زوجة الأب، إذا عقد عليها الأب عقدا صحيحا فإنها تحرم على ولده ولو كان الأب قد طلقها. نعم. السائلة نون قاف من الجنوب تقول: ما حكم تطيب المرأة وتجملها لمحارمها؟ وهل يجوز عند السلام عليهم تقبيل الرأس منهم والمعانقة كالأب والعم والخال والولد وابن الولد؟ وما المباح للمرأة كشفه عند محارمها؟ المرأة إنما تتجمل لزوجها ولا تتجمل لمحارمها، وإنما تلبس الثياب العادية، تلبس لمحارمها الثياب العادية وتكشف عندهم ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وشعر رأسها وقدميها، ما جرت العادة بكشفه ودعت الحاجة إلى كشفه للعمل والمهنة، هذا الذي يجوز كشفه عند المحارم. نعم. السائل ميم عين من الرياض يقول: لدى كثير من النساء مشكلة في قبول التعدد، وهي أنها ترضى بقدر الله قولا ولكن لا تستطيع تحمل ذلك الأمر، فأرجو من فضيلتكم النصيحة والتذكير بالثواب على ذلك إذا صبرت المرأة، كما أرجو أن توجهوا معشر النساء إلى قبول ذلك قولا وعملا، وجزاكم الله خيرا. الواجب عند المصائب الصبر والاحتساب على الرجال والنساء، قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله بكل شيء عليم. فالواجب عند المصائب الصبر والاحتساب وعدم الجزع، ويعلم الإنسان أن هذا بقضاء الله وقدره فيرضى بذلك ويسلم، ولا يكون منه فعل أو قول يتنافى مع الصبر كالجزع والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، فإن هذا من أعظم المحرمات لأنه من أمور الجاهلية، وقد أمرنا بمخالفة أهل الجاهلية، ولأن فيه جزعا من قضاء الله وقدره، ولأنه يشق على النفوس ويبعث على القلق وعدم راحة النفس. أما الذي يرضى بقضاء الله قدره ويصبر ويحتسب فإن ذلك يبعث في نفسه الطمأنينة، ويكتب الله له بذلك الأجر والثواب، ويخلف له خيرا مما فاته بالمصيبة. نعم. السائل ميم لام من الزلفي يقول: قرأت في كتاب أنه لا يجوز البكاء على الميت لأنه يعذب ببكاء أهله عليه، فكيف البكاء المراد، هو بكاء عادي أم بكاء النياحة، وبأيهما يعذب، وهل في ذلك أخذ له بخطيئة غيره؟ نرجو إيضاح ذلك، جزاكم الله خيرا. الحديث لا ليس فيه يعذب ببكاء أهله، وإنما فيه أنه يعذب بما نيح عليه النياحة، وهي رفع الصوت وتعداد محاسن الميت على ما كان عليه الأمر في الجاهلية، هذا هو المحرم، هو الذي يعذب به الميت في قبره كما جاء في الحديث. وأما كونه يعذب بفعل غيره فهذا العلماء فيه إجابات، منهم من قال إنه يعذب بذلك إذا كان يرضى به وهو حي وأوصى بذلك، ومنهم من قال إن معنى يعذب يعني يتألم، يؤلمه ذلك ويتضايق من هذا العمل ويكرهه. نعم. وعلى كل حال الحديث صحيح في أن الميت يعذب بما نيح عليه، وهذا مما يوجب على أقارب الميت الصبر والاحتساب وحبس اللسان عن الكلام المحرم وحبس اليد عن
ضرب الخدود وشق الجيوب وحبس النفس عن الجزع والتسخط. نعم. إذا كان مطلوبا من المسلم مثل ما تفضلتم من حبس النفس عن هذا، فهل يدخل في ذلك النهي عن تصنيف الأشعار والمراثي المبكية في الموتى، لأنها قد يكون ذلك مساعدا على البكاء؟ لا، المراثي هذه كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، وحسان بن ثابت رضي الله عنه رثى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراثي التي ليس فيها مبالغات وليس فيها إطراء لا بأس بها. ولو جلبت بكاء؟ نعم. ولو جلبت بكاء؟ البكاء غير ممنوع، البكاء مجرد البكاء على الميت هذا غير ممنوع، إنما الممنوع النياحة والجزع، أما البكاء فإنه بغير اختيار الإنسان، وأيضا منشأه الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، وبكى لما مات ابن لابنته، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بحزن بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. السائل من الرياض يقول: أرجو من فضيلتكم إيضاح هذين الحديثين، الأول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صغارهم دعاميص أهل الجنة، يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بثوبه فلا يفارقه حتى يدخل الجنة، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم إنه يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة، فيقولون يا ربي يا رب، فيقولون يا ربي حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا فيأتون، فيقول الله سبحانه: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. وهل يقصد الأطفال الصغار الذين عاشوا مدة معينة، أو الذين ماتوا في بطون أمهاتهم أو سقطوا؟ أرجو إفادتنا جزاكم الله خيرا. نعم، هذا فيه إثبات شفاعة الأفراط الذين يموتون صغارا من أولاد المسلمين، وأنهم يشفعون لآبائهم يوم القيامة، وهذا شيء ثابت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الآباء إذا صبروا واحتسبوا في فقد أولادهم. نعم. السائل سين سين من القصيم يقول: متى تبدأ المرأة المحدة حدادها ومتى تخرج منه؟ أقصد في أي ساعة يكون ذلك؟ جزاكم الله خير. من مفارقة روح الميت، إذا خرجت روح الميت فإنه تبدأ عدة زوجته للوفاة ابتداء من خروج روحه، ويبدأ مع العدة الإحداد، وهو تجنب الزينة بجميع أنواعها، وتجنب الخروج من البيت إلى أن تكمل العدة. نعم. أحسن الله عليكم ونفع بعلمكم. في نهاية هذه الحلقة نتوجه بشكر جزيل إلى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونتوجه